لا ما ندري، حتى لو ندري ما نقول لك. عفا يا ابو شاهين، ليش؟ ترى انا ماني ضارها، انا بسال عنها وبشوف شنو ظروفها. ليش ما سافرت؟ وش درانا انك منت مدزوز من عم العيال؟ عيال؟ اي عيال؟ عيال اختها يمه. ليش؟ ما تدري ان زوج اختها دش السجن، واختها داشه بغيبوبه وتحت رحمه الله. شلون؟ ومتى صار كل هذا؟ قول الصج، انت اكيد منت مدزوز من عمهم. يا ابو شاهين، انا لا يهمني لا عمها ولا خالها، انا اللي يهمني البنت سعاد الموظفه اللي كانت عندي بالمكتب. البنت اجتهدت وكافحت ودرست وبتسافر علشان تاخذ الشهاده. الحين تصدمتوني بالسالفه هذه. قولوا لي ورحم والديكم، سعاد وينها؟ وين عايشه؟ وهذه قصتي، عرفت ليش انحبست بالمكتب؟ كلش ما لقيت قصتك حزينه كذي. اللي ذابحني امي، وايد ولهت عليها وما اقدر اشوفها. زين ليش ما تروحين تشوفينها؟ ما اقدر. ليش ما تقدرين؟ حالتها وايد صعبه، ما اقدر اشوفها بالحاله، ما اقدر. قصه امك غريبه. زين وانتوا لمتى بتخشون السراب على الناس؟ ابوي مانع اي احد يبطاريها او يتكلم عنها، حتى بالبيت يسوي لنا سالفه اذا سمع اي واحد فينا يتكلم عنها. قلتي لي خالاتك يدرون على الموضوع ساكتين؟ خالاتي وعمتي كلهم يدرون، ما حد تجرأ يسوي شيء او يدخل نفسه بالموضوع الا عمي شهاب. هو الوحيد اللي ما كان راضي عن أي شيء أبوي يسويه مع أمه، وش كثر حاول يوقف قدامه ويمنعه، بس شنو النتيجة؟ ماكو فايدة. زين واللي ساعدك خلي تشوفين أمك؟ صدق؟ إي صدق، تقعدين معاها وتشوفينها بعد، وما حد بالدنيا هذه كلها يقدر يمنعك عنها. مو بس كذي، أنت اللي بتخلين الناس كلها تعرف سر أمك وعلى اللي أبوك سواه فيها. لما تحب كل اللا معقول يصير معقول، وكل شيء كنت تشوفه تافه يصير له قيمة. لما تحب يتشتت تفكيرك، يصير واقف عند اسم واحد بس، وجه واحد، ملامح واحدة ما تتغير ولا تروح عن بالك. التفكير يصير جزء ما يتجزأ من حياتك. ها يا أخوي، تأخرت عليك؟ لا عادي. حق مفيد؟ ها؟ إيه تستاهل، مع ان هالايام لاهية عنا شوي. ليش يا اخوي؟ حسه ما شاف، يعني قل حماسه على الموضوع. الصالون اختها مجابلته جايز. زين وانت؟ مش فين؟ ما حنا عليك الجماعه. ما لقيت لك حل حق موضوعك؟ جريب ان شاء الله القى الحل. جريب. وشنو هو؟ ماكو إلا أروح التعليم العالي، أوقف بعثتي على الأقل، لا تروح عليها البعثة ولا تضيع علي فلوسي. جم ما تسوين، كل ما تأخرتي كل ما راحت عليك فلوسك. أنتو شجعوها عاد. إي لازم يشجعوني، هو ليش ما يشجعوني؟ يا ربي لا من أوراقي ولا من بعثتي. يا ربي على الأقل حدها هالشايتين كل مرة واحدة. أنا اللي مينني الأوراق وين راحت؟ ما يندرى ما يندرى يا مفالح. تقولين يا ربي نقطة ما يشربتها القاع؟ بسم الله. لا احنا قلنا ما نفقد الامل، حاولنا مع ويس وما طلع اهوى، وحاولنا مع عمي وما طلع اهوى على كلام بوثينو، وباقي شخص واحد سالم بقللت قدره. الله وانتم تتكلمي مصري حلوه ورفايك يا بنين. يا اختي من افلام المصريه شطوله يا اختي. والحين شو الحل؟ الحل يا طويله العمر ان اروح التعليم العالي اوقف اوراقي، بس هذا هو الحل. خاف يا خاف، ويس يدري عن السالفه ويلحقك هناك تصير مشكله.
ويا هالعويس هذا جيمس بوند مو عويس مصيبه كل شيء يعرفه. يا حلو هالشيء مالح اي جيمس بوند مصيبه صابته هذاك مخه ما يفهم شيء بس مش نص الحلقه قايم وياه. الحين ليش ما قلت له لقيناه؟ احسن خلنا معلقينا شوي عشان نتكتك الخطه عدل. وش التكتك شو تخربط انت؟ سعود ترى ذيلو اذا طلعوا مكان ثاني احنا وين نصيدهم؟ انت اصبر وفكر وبتعرف انهم ما راح يروحون منا. شلون يا الفطين فهمني؟ بنات اخوه. ايش فيهم؟ مو كلهم شافوا امهم، يعني بيرجعون مره ثانيه ويشوفونها. ايه بيرجعون بالبوشيه والعبايه. عليك نور. ما دامهم في البيت ما نقدر نطلعهم منا الا بالقانون، واحنا مو ماسكين عليهم شيء. لا حبيبي لا، سعاد عليها قضيه بالمباحث، يعني لو ادليهم مكانها بيصيدونها. يصيدون سعاد بس، مو عيال اختها. انت اصبر لا تستعجل. وشوفني شنو بسوي. وبتعرف ان خطتي احسن وايد من خطتك. قطك عادي؟ لا 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 ما ابي اخاف عليك. يلا تعال افتر معي. يلا عطني ايدك. افتر افتر افتر. سلام مبروك. شلونك؟ طيب. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حلو المنظر. اي وايد من ساعة كنا نلعب انا وبروك. انا دائما عادي البحر بس اول مره اشوفه كذي. زين تعال انت كذي طلعوك من المستشفى عادي مو كنا لازم ترتاح اكثر؟ لا عادي الدكتور قال لازم تطلع يعني تتحرك بعدين انا ما جيت بسيارتي يعني جاي مع ساي. اي زين تسوي الحمد لله على السلامة مرة ثانية. الله يسلمك. زين بروك بتلعب بعد؟ صاحبك اللي مدحني سلم عليه قل له ما راح افيدك بشيء. ليش طالع منك؟ القضية واضحة أما السجن أو الدفع. إيه بس أكيد في ثغرة. كل قضية لازم تصيد فيها ثغرة، لازم نعرف الشخص اللي كان شاهد وشايف بعينه ان شهاب سد الدين اللي عليه من فيصل، وفيصل ما يطالبه بشيء، بس فيصل ايش سوى؟ قام وشال الشيكات وخشهم. يعني هذه قضية كيدية. يعني الحل ان لازم نعرف الشخص اللي متكتم على الموضوع مع فيصل. حلو، كل ما استعجلتك كل ما كان احسن. ايش قاعد تخربط انت عباس؟ اقول لك بيجيني خير هاليومين بتدخل علي رزقه، يعني اهد شغالي واروح ادور على بهيو بلعن اللي تلعنه ان شاء الله. لا لا الله لا يقولها ان شاء الله، ان شاء الله يومي قبل يومها. بعدين يا عيسى يا اخوي يعني انا قصدي ان هي اختك مرتي حبيبتي هي مسكينه يعني انت مسؤول عنها وانا مسؤول عنها، ما يصير نخليها كذي. هي بعدين مسكينه ما تعرف احد بالديره غريبه، حرام نخليها مهيته بالشوارع. عبسو انتبه على نفسك، ترى اللي قاعد تتحكى عنها هذه اختي. احشم نفسك ترى تجيك هشيش على راسك. لا تكفى لا لا يرحم والدك فشلت قدام الزباين. مساك الله بخير يا عيسى، انا قصدي انها هي اختك ومرتي حبيبتي، احنا لازم اثنين ندور عليها. وبعدين بصراحه يعني انا مبطوطه كبدي، ايش حقه هديت موضوع مرتي وقضبت موضوع مرتك؟ يعني مرتك اهم من مرتي اللي هي حبيبتي اللي هي اختك؟ لا مو اهم، بس خلني اصيد هالاوليه وبعدين اروح ادور الثانيه. يعني الحين يعني اللي يكون يعني ما شاء الله يعني خلاص يعني 100% ضامن بتلقاها. اي طبعا سعاده بلقاها، ولعلمك ترى يوم يومين وكله يصيدونها واوريك فيها. وبعدين خلني اتفرغ حق بهية واكسر لك راس تكسير. ما اكون انا عيسى اذا ما كسرت راسي. اصبر اصبر. ها سعاد ايش قاعده تسوين؟ البنات ما جهزوا؟ ما علي حبيبتي مفالح روحه وانتو. ها ردينا؟ بصراحه يا مفالح ما لنا خاطر في الروحه، وأنا بعد تذكرت أختي وحاشني القامت. أنتي تدرين بظروفنا، إحنا وين والطقطقة والعراس وين؟ والله يا حبيبتي أدري، أدري بمشاكلكم وظروفكم، بس أنا هم قلبي ما يعطيني أخليكم وروحكم في البيت، ما حد عندكم، أخاف عليكم يصير فيكم شيء وما حد يدري عنكم. أو بسم الله الرحمن الرحيم، شو بيصير فينا يعني؟ تبين الصدق عاد؟ والله ما أدري. تلقى في واحد حاقد عليك ويبي يضرك. واحد
قولي 10، قولي 20، قولي مليون. الله الله الله، ليش؟ عدواني واللي يكرهوني وايد. لا ما صدق. ليش شايفتني ملاك نازل من السماء؟ لا ما حد فينا ملاك، بس الإنسان إذا صار عنده أعداء وايد هذا معناه أن المشكلة فيه مو فيهم. ولا شكلك غيرتي فكرتك عني. لا كلش ما غيرتها، بس كان زين أنت تغير فكرتك عن نفسك. شون بالله؟ سمعت عن قانون الجد؟ اش يطلع هذا بقى؟ شنو مادة بالحقوق؟ لا مو مادة بالحقوق، يقول لك أن الإنسان إذا غير نفسه وتفكيره للشيء الإيجابي كل الأشياء الزينة تدخل حياته. من ناحية الأشياء الزينة، الأشياء الزينة دخلت حياتي وخلصت. طحت يا سيف على وجهك وما حد سمع عليك وحبيت. شكل خالد عبدالله. يلا يبا خذ الأوراق وتوكل على الله وخل بالك على الحلال. يلا هلا يبا هلا هلا باك على الحلال. هلا ضياء، حيات حيات، استريحي. ليش مشيته بس شفتني يا صوبك؟ لا أبد ماكو شيء. هذا المحاسب؟ إيه بلا محاسب عندنا بالشركة. زين ليش مشيته؟ كان خليتني أسمع. يا ضياء هذا شغل، إيش فيك أنت؟ شغل ولا ما تبي أعرف إيش كثر عندك فلوس؟ محول. خايف أحسدك؟ إيه اللي تسوابه زين؟ ما علينا، متى بتجيب بنات اخوك؟ ترى ماني ماشيه من هني لين اشوفهم قدام عيني، ما ابي ارجع حق ريلي وهلا يعايروني فيهم، ترى باكر الكويت كلها تتحكى بنات اخوك، هذا انا قلت لك. يا ضياء عيني خير، باكر سعود ويا اخوها المطيور هذا بيروحون يدورونهم بكل مكان لين يجيبونهم عندك، ان شاء الله باكر الظهر هم عندك، ايش تبين بعد؟ نشوف نلحق الكذاب البيته. هذا انا قاعد عندك هني لا شغل ولا مشغله، بشوف تخلص لي هالموضوع ولا لا. يا شو الساعه المباركه قاعده يا خيتي، البيت بيتك. ها جاهزه بثينه؟ ترى انا تعبت لما ضبطت الوضع، تبين تشوفينه ولا لا؟ السلام عليكم. السلام. حياكم. هذا استاذ عماد اخصائي هني، هو اللي قال لي تعالوا بالليل بعد ما تنتهي فتره الزياره عشان نقدر نشوفه. تفضلوا بس ارجوكم بسرعه عشان لو تعرفين مدخلكم غصب دلوقتي، الوقت متاخر مش عايز مشاكل. جاب. تفضل. تفضل ست منيره. ما تحكين، قولي ايش فيك؟ كنت عند امي رحتي لها؟ ايه وليتني ما شفتها. شلونها؟
زينة، كلش مو زينة. سيف حدي مقهورة، حل مقهورة عليها. ايش فيكم؟ لا عمتي ما فينا شيء، السالفة بيني وبين اختي. يعني ما يصير اعرفها؟ السالفة ذا عرفتيها ما راح تيوزلج. شو هالحكي؟ ايش فيها هذه؟ السالفة تخص أمي عمتي. تذكرينها ولا نسيتيها؟ لا ما ناسيتها، وما حد نسى سواد ويها. لا أمي ويها مو أسود، أنتوا اللي سويتوا ويها. وثينا لا ما راح أسكت، من اليوم راح أتحجى. ليه متى تبوني أسكت؟ ليه متى أمي خط أحمر بهالبيت ما يصير أحد يتحجى عنها؟ ثينا قلت لك سكتي. ما راح أسكت قلت لك. ليه متى ولا كنكم مسويين فيها شيء؟ وثينا قلت لك سكتي خلاص. أقولك هيدان، مال الحين دوة وذاك الفحم وشوي كستن. اي والله ايش رايك؟ اي يبيله خلي الكستن تاك 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 انقطعت قلوبنا. عدنا نحط له كسر صير شنو شاله ثلاث ادوار، نبي شاله غيره، ما نبي هذا بعد. زين علامكم بطيته، انا وفهيدان من زمان هني. انت تدري البارحه سهرنا بالعرس خلتنا النومه. قايل انت هالصداك فيها طلعت. اما الامس عدنان طافك العرس، الصراحه العرس يحكي. العرس يحكي، تدري شو يقول؟ سامحونا على القصور. والله هاي ضحك الحين. واي 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 عدنان طافك امس العرس، واي انا وانوار شفنا شيء ما حد شافه بعينه. اخ بس لو خلونا مصورين كان جبت لكم الصور كذي وتطمشتوا على كيفكم. يقولوا لنا شفتوا عاد. ما ادري سر ولا ترى ما عندهم سالفه، ما هيك منهم. انا مالي شغل فيكم يبا، انا رفيجي فهيدان فزع معاي من الفير وجينا هني. لو ناطركم شل الحين ما جينا. ها جاي نكته انا. عدل فهيدان؟ اي عدل عمي، انا اذنكم. علامك يبا. هيدان؟ انوارو ولدك ليش مسبح كذي؟ ايش في هذا؟ مراهق. بس هاي اللي قدرتي عليه مراهق؟ بصراحه طافك العرس ينن. يلا روح ترى ناطرينك. اسمعني، من تشوف اي وحده فيهم بلغني وانا اجيلك على طول. نبي نجيبهم البيت اليوم، لازم نجيبهم البيت، فهمتني؟ يلا نبي نخلص من هالسالفه. مليت انا، لا تشبدي، ما صارت، ما عندي شغله غيرهم انا. يلا خلص بسرعه. يلا وياي بالسيارة. يلا بكم كلكم وياها. يلا خلصوني. يلا احنا ابو دارك، انت ما تستحي ما تنتخي يا الظالم، خاف ربك ما يبونك قصبهم. اقول بس سكتي انت، حمدي ربك العم فيصل ما ياب الشرطة، كان الحين باص تشيلكم كلكم. وعلى فكرة ترى الجرح في راسي للحين يا سعاد. يا الا البط ان شاء الله. يا جماعة ما له داعي الفضايح فريدنا والاوادم طمش علينا. ابو سيف يبا تعال ادخل داخل تفاهم. اشكال من هذه بعد؟ اشوف كل يوم الثاني قاعد تروحون عندنا ماي جديده. يلا قدامي يا خلصوني. يلا خلصي. يلا خلصوني. يلا روحي امركم دبره بعد. شو نسوي؟ هذا ما يخاف الله ظالم.
روحه وش تسوون ما بيدنا شيء. خل تمشي بني لا تخلينا بروحنا معاك. يلا يا ابو خالتكم ويا اغراضكم الحقوني يلا 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 روح روح ياكم. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يلا دشوا 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 لا بارك الله فيكم فشلتونا. يلا يلا تلشت انا فيكم تلشت. سكر الباب وياك ان شاء الله. جيش جيش والله بلشه والله حاله. يلا شاهم قدام عينك ارتحتي بعد مالك عذر مو تقولين عيال اخوي مهيتين ما حد يدري عنهم. كاهم جبتهم ليه عندك قدام عينك؟ انتوا ما تستحون انتوا هايتين من مكان لمكان لا حسي ولا رقيب لعنوا بداركم. انتوا ما تدرون من عياله ابوكم منو عمامكم منو فشلتونا باكر نصير عيش بحلوج الناس. جليل الحيه احترمي نفسك لو سمحتي وعن الغلط. هذه مني بعد انا خالتهم. لا عاد انت يحدك ولا كلمه هذيل عيالنا. اذا انت ترضينها على نفسك تتيريرين من مكان لمكان هذا شيء يخصك بس احنا ما نرضى على عيالنا ينكشفون عند ناس قرب وينامون ببيوتهم. عمتي بس انت عاد ولا كلمه ناقصتش انت بعد. يلا ذهبوا غرفهم. ذاهبين ذاهبين غرفهم ذاهبين. يلا طصوا على غرفكم. يلا شو قدامي فشلتونا الله يفشلكم وغيروا هالخلاجين اللي لابسينها ما يندرى شايبين لنا بعد من النماين اللي كنت عندهم. يلا يما يلا يلا يا تعال 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 معك منه تعال ارتاحي تعالي. مدام بديك غرفة ثانية. ما نبي غرفة ثانية. وروحي قولي حق عمي بنتم كلنا في دار واحدة لما أبوي يطلع من السجن ونطلع معان زين؟ لطيفة. روحي يما روحي روحي. إيش فيك؟ مقهورة خالتي مقهورة. هاو خالتي وثينة وينها ليش ما تجينا؟ طبعاً ما راح تجي لأن ما لها وي. شلون بتجي؟ لا 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 إلا هني لا بثينة لا. قول اللي ما له وي والمفروض تخشش وتصدد هذاك سيفو هذا صدق اللي ما له وي. ولا لي خوك شيء زين وصلتني لهني. يا مصيبتك يا بهية يا مصيبتك. تروحي فين من اخوكي تروحي فين يا ربي اروح فين يا ام فالة؟ ده انا ما اعرفش حد في الكويت يا اختي غير اخويا وابويا وسعاد. ودي سعاد وراحت اقعد انا عند مين دلوقتي اقعد انا عند مين يا ربي؟ اهدي اهدي يا بنت الحلال ما راح تروحين برا بتقعدين هي عندي شفيت. لا يا اختي لا يا اختي انا ما احبش اتقل على حد. انت يا دوب تعرفيني من عند سعيد وانا ما احبش يا اختي اتقل على حد لا مؤاخذه. ليه يا ربي الحظ ده ليه حظك من اي زي وشك يا بهيه. هدي حبيبتي هدي ترى خلاص والله لجيتي راسي ما صار طول النهار دلوك لوك لوك خلاص. تبي شكر؟ الولد يحبها يا راشد. أدري. وإيه تحبه؟ أدري. والدبرة يا راشد. الدبرة عند رب العالمين. ما يصير يا راشد. الولد لازم يوخر عنها. ما احنا ناقصين مشاكل. اندرى فيصل ان شاهين يحبها. راح ينكشف السر. لا
لا يا أم شاهين، كل شيء ولا ينكشف السر. تعبت تعبت يا راشد، أنام بفراش وأنا تنافض، إيدي على قلبي أسمع دبة النملة، أخاف من نسمة الهوى، أخاف فيصل يقول له سالفة وينكشف كل شيء، وأنا ما أقدر بدون شاهين. إلا شاهين، أموت ولا أعيش بدون شاهين يا راشد، ما أقدر ما أقدر ما أقدر يا راشد، ما أقدر بدون شاهين، ما أقدر أموت ولا أعيش بدون شاهين يا راشد، أموت ولا أعيش بدون شاهين يا راشد، أموت ولا أعيش بدون شاهين يا راشد. الو، هلا يا باي. اي ماكو، كنت قاعد ادور ايبادي بسيارتك ولقيت شي هديه. هديه حق امي. اي لا تستاهل والده. اي لا لا، اكيد ما راح اخرب مفاجاه. اللي يبا تعال صج بقول لك، امي عدنان وينه؟ هدر؟ يلا اوكي ماشي، مع السلامة. يعني خلاص ما بدنا شماي، معزمه كلش.
دام تطمنت على عيال اخوك خلاص ارجع لبيتي ابرك. زين والبيت؟ قايلت لك روح حق اخوك خليته نازل وبيعوا البيت، انا سويت توكيل حق المحامي، الباجي عندكم ولا تخلي اخوك يخيس بالسجن. ويا انا مو ظالم. جايز انا ما يهمني، اهم شيء عندي نصيبي بالبيت، متى ما بعته دقوا علي يقولوا لي تعالي خذي نصيبك من بيت ابوك. مع السلامه. حافظك الله يا خيتي. سلمي. آسف ما تبي تقولها؟ لا تقول آسف. آسف على طيحة أمك. إلا آسف على دشة أبوك السجن. آسف على بهذلتك أنت وإخوانك. ولا آسف على قطة أبوي لكم بالشارع. آسف على بهذلتكم. آسف لأني قصيت عليك، عبت بمشاعرك، مريم. لا تكملها، لا تقولها إذا أنت ما تقصدها. أنا مو ياهل، مو ياهل عشان حضرتك تقص علي. اسمع ولا لا؟ وخر. شاهينوه شاهين شاهينوه ثول نسيت هذا ما يسمع. اي بيسب مي باي. عرفني انا وين رحت؟ انا رحت مكان ما تحلم فيه لا انت ولا اهلك ولا اللي خلفوك كلهم. هي باي قمنا نلبس ماركات عبالك. يلا عاد يلا شهر علي انا الواقفين بكم اعطيك وي. خلصني وين ابوك؟ ابوك 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 وينه؟ ايه ابوك وينه؟ وينه وين؟ ايه من المخزن؟ زين يلا طص قلب ويهك. شاهين شاهين وين وين برد اللي على فراوله؟ انتوا ما تستحون ما تندخون مو عيب عليكم تبيعون البيت
وتطلعون من الفريج بدون ما تعلمون احد، بدون ما تقولون حق احد، ليش؟ اخو انت ما نلومك، انت دثوي ما تعرف السنة، لكن امك على الاقل ترفع التليفون تدق على ابو شاهين تقول لها تعلمها على الاقل تعطيها عنوانكم الجديد. عمي انت ايش فيك علي؟ ايش حق منيتك وانت مشخط فيني؟ خو اصبر علي شوي خليني افهمك. فهمني؟ لا ما بيك تفهمني، شو تفهمني؟ انتم منيتكم هالبيزتين ينيتوا، ما ادري ايش صار فيكم، تخسبتوا مو نية، نسيتوا كل شيء، حتى ماضيكم الحلو نسيتوه، كله نسيتوه. ولا بدينا بالمعاير. انا ما عاير، انا مو قصدي امك ويا جناطها اللي كانت تبيع بالفريج. أنا قصدي الأيام الحلوة، أنا قصدي يوم كنا فريج واحد، منطقة واحدة، نعرف بعض ونحب بعض ونشوف بعض كل يوم وكل ساعة وكل حزة. بس أنا بعرف هالخير هذا كله من وين؟ ليكون تبي تقول لي إن كل هالخير هذا من بيعة بيت أبوك؟ عمي أنا بعرف أنت شفيك علي، ايش حق طايح لك تحلطم وزف وحسد فيني؟ يا اختار لك واحده منهم، يا تحلطم يا زف يا حسد، مو كلهم. حسد؟ لا يا ولا، انا الحمد لله ما احسد احد، الحمد لله رب العالمين مستوره، انا براضي قسمه الله، انا كل اللي يهمني الحين العفو والعافيه والستر وحسن الخاتمه. زين عمي بغيتك بموضوع. لا خل موضوعك، ما ابي موضوع ولا ابي اي شيء، شوف لي الاوراق، أوراق هالمسكينة اللي خدتوهم وما خليتوها تسافر وتكمل دراستها. أي مسكينة وهي تكمل دراستها؟ منو هذه؟ سعاد، سعاد أخت أم أحمد مرتع ويس. سعاد؟ أي سعاد؟ أي ذكرتها، سعاد ما غيرها المطلقة. وين أوراقها؟ طلعوا أوراقها أحسن لكم، شوف طلعوا أوراقها أحسن لكم، خلي تروح تشوف مستقبلها مسكينة. وإحنا شاكوا فيهم عمي، إيش علينا منهم إحنا؟ أها إيش عليكم؟ أخوك سلوم هالزغل هذا هو اللي بايق أوراقها وخاتشهم. سلوم؟ وسلوم والله شو ودا صوبهم؟ شاكوا فيهم سلوم؟ شوف عد مزاغل ومني ومناك ومداور، هذا كل الحكي ما يمشي علي، تطلعون أوراقها قصبا عليكم ولا بهبدك بهالعصا هالحين، خليك ما تسوى فلس. زين زين خلاص عمي ارد البيت وادورهم، بس انت اسمعني بالاول شوف ايش بقول لك. ايش تبي تقول لي بالاول؟ قول يلا قول خلينا نشوف شنو موضوعك.